السلام عليكم. كانوا على متن السفينة في رحلتهم إلى الجزيرة، وكانت الحياة بالنسبة لهم طريقا محفوفا بالخطر للوصول إلى ذويهم وأهاليهم في سقطرى قبل أن يصبحوا في عداد المفقودين، من المكلا إلى الأرخبيل، وبينهما أمواج وبحر لا يرحم ووسائل مواصلات وإهمال. يعيش السقطري يوميات لا تخلو من المخاطر، كانت حصيلتها مؤخرا عشرات المفقودين، تم إنقاذ 35 منهم بحسب مصادر رسمية صرحت لقناة بلقيس. كانت السفينة تقل نحو 60 راكبا من أهالي سقطرى، وتم الإعلان عن فقدان الاتصال بها منذ 5 أيام، والمعلومات تشير إلى تعرضها لحادث على بعد 29 كيلومترا من مدينة قلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى بحسب المصادر الرسمية. فهد كفاين وزير الثروة السمكية رئيس اللجنة التي شكلتها الحكومة اليمنية لمتابعة الحادثة قال في تدوينة على فيسبوك إن عدد الناجين من السفينة المنكوبة قبالة سواحل أرخبيل سقطرى ارتفع إلى 35 راكبا، أشار إلى أن البحث لا يزال جاريا عن باقي المفقودين وإلى أنه لم تتأكد أي وفيات بعد، ولا زال الأمل كبيرا بنجاة الجميع، وأكد أن الساعات القادمة حرجة جدا وبحاجة ملحة إلى تدخل مروحيات التحالف العربي بقيادة السعودية في البحث. وهنا نتساءل عن ما الذي نتج عن تحركات اللجنة المعنية بحادثة الغرق هذه إلى الآن، وعلى خلفية الحادثة أين هي دور أو رؤية الدولة للأزمات والكوارث، وهل من حل لمكابدات أهل الجزيرة المعزولة بسبب توقف حركة الطيران والرياح الموسمية التي تعيق حركة السفن وتهددها؟ تبحث حلقة المساء اليمني لهذه الليلة عن إجابات لهذه الأسئلة. سيكون معنا في الاستوديو للنقاش الناشط الشبابي عبد الرحمن باتيس. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. كما سينضم إلينا خلال الحلقة وزير الثروة السمكية فهد كفاين، ومحافظ سقطرى لواء سالم عبد الله السقطري، والمدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي سالم باسمير، وآخرون. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بين عشية وضحاها فقد أكثر من 60 إنسانا حياتهم جراء غرق سفينة لم يعرف حتى الآن اسمها أو هويتها. كل المعلومات التي نشرت حتى الآن تتحدث عن سفينة انطلقت من المكلا في طريقها إلى أرخبيل سقطرى، وعلى بعد 20 ميلا إلى الشمال الغربي من أرخبيل سقطرى غرقت السفينة دون أن تتضح حتى اللحظة الأسباب المباشرة للحادث. البلاغ من قطاع الاتصال بالسفينة جاء من السلطات في محافظة المكلا، وتلقته شرطة خفر السواحل في عدن، فيما تولى وزير الثروة السمكية فهد كفاين مهمة المتابعة قبل أن يتولى رئاسة لجنة حكومية آمر رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بتشكيلها للقيام بمهام المتابعة والإنقاذ. الوزير كفاين باشر اتصالاته بقوة التحالف العربي طلبا للمساعدة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن شخصين فقط هما اللذين تم إنقاذهما حتى الآن وإيصالهما إلى سقطرى. يقع حادث كهذا في ظروف مناخية طبيعية، ما يثير الأسئلة عن الأسباب التي قد تقف خلفه، خصوصا وأنه تسبب في خسائر بشرية هي الأكبر من حيث الحجم، إذ لم تشهد الجزيرة وقوع خسائر مثل هذه منذ فترة طويلة، وهي التي واجهت في الزمن الماضي مشكلة العواصف الصيفية التي كانت تدخلها في عزلة موسمية تستمر أشهرا. تتمتع سقطرى اليوم بوجود ميناء حلاف بعمق 15 مترا ومطارا حديثا، وبات من المحتم استحداث خط ملاحي تابع للحكومة أو للقطاع الخاص بمعايير أمان عالية يضمن تدفقا سلسا لمواطني الجزيرة ولزوارها. ووجود خط كهذا يمكن أن ينشط السياحة ويرفع من مستويات أمان النقل بين الجزيرة والبر اليمني. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن باتيس. أستاذ عبد الرحمن، إذا ما بدأنا بالتعليق على حادثة مثل هذا تحصل والبلد مشغولة في حرف يعني مساحة واسعة من التراب اليمني، هل ما يحدث مبرر بالنسبة لسكان جزيرة يعني كثرت الحوادث التي تصيبهم من هذه الناحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئياً أتقدم الشكر لكم لقناة بلقيس على إتاحة هذه المساحة لمناقشة هذه الحادثة. في بداية حديثي اسمح لي أن أتقدم أيضا بالشكر الجزيل للجهات الرسمية وغير الرسمية التي باشرت عملية التحري والبحث لإنقاذ هؤلاء الغارقين من هذه الحادثة،
بلا شك أن ما تعانيه اليمن ككل، وضع البلاد ككل في هذه المرحلة الحساسة، المرحلة الحرجة، البلاد في حرب، ووضع البلاد في حالة سيئة جدا، قد يكون من غير المنصف أن نركز على أمور دقيقة، لكن أن يصل الحال إلى وضع يعني انطلاق مسافرين بهذه الأعداد الهائلة عبر المحيط الهندي، يجتازوا محيط إلى جزيرة سقطرى في وقت أعاصير وما شابه، أعتقد أن الوضع لا يصل إلى هذه الدرجة. الحكومة، السلطة المحلية في المحافظة، سلطات الموانئ، يجب عليها أن تكون على الأقل معايير السلامة موجودة في انطلاق أي وسيلة نقل في هذه الأثناء. في هذا الأثناء. طيب بشكل عام هذا الأمر يعني هو يحدث ربما موسميا، يعني حدوث العواصف وما شابه، لكن هناك نوع من الغموض بالنسبة لملف سقطرى. هل برأيك هي تجد المساحة الكافية لها في الأجندة الرسمية خلال هذه الفترة مع انشغال الحكومة الشرعية بموضوع الحرب وما شابه؟ إذا ما أتينا إلى موضوع جزيرة سقطرى ومحافظة سقطرى، أنا زرت الجزيرة مرتين، تقريبا تفتقد لأبسط مقومات الحياة وحقوق الحياة الكريمة، بغض النظر عن مركز المحافظة أو أيضا مديرية قلنسية في الغرب، لكن الأهالي هناك والجزيرة بحاجة إلى لفت نظر الجهات الرسمية للعمل على الأقل كمنطقة آمنة تقع تحت سلطة الشرعية وتحت سلطة أيضا بمساندة قوات التحالف، أن تكون فيها أبسط الأمور الأساسية لحياة كريمة، أدوات نقل، أيضا موضوع مطار سقطرى وميناء سقطرى يجب أن يعاد تأهيله بما يناسب يعني كما قلت درجات السلامة الأساسية. طيب ينضم لنا أستاذ عبد الرحمن سيد فهد كفين، وزير الثروة السمكية ورئيس اللجنة يعني التي تتكفل بمتابعة شؤون حادثة هذه الغرق هذه. مساء الخير معالي الوزير. مساءكم سعيد. أهلا بكم معالي الوزير. هل حدثتنا عن آخر الأنباء التي توصلتم بها أو يعني عن خصوص هذه السفينة التي غرقت وعن أعداد الناجين إلى الآن؟ إلى الآن تم العثور على 31 من الركاب، وصلوا إلى سقطرى وهم في حالة جيدة. هناك 4 آخرين لازالوا على متن السفن التي قامت بإنقاذهم. هذا إلى 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 هذه اللحظة. بقية الركاب لا زالوا في عدد المفقودين. لم نتأكد إلى الآن أي حالة وفاة، ما عدا روايات يتناقلها بعض الناس من بعض الناجين، بينما التحقيقات الأولية مع الناجين لم تؤكد حالة وفاة، نعتبرها يعني مؤكدة. طيب هناك أولا تحدث عن 31 من الركاب وصلوا إلى سقطرى، هؤلاء كيف وصلوا؟ هل عبر سفن إنقاذ أم كيف؟ هؤلاء وصلوا عبر سفن إنقاذ، عبر السفن التي أنقذتهم. طبعا عملية الإنقاذ شاركت بها سفن عبري، سفن اصطياد صغيرة وقوارب الاصطياد، كل من في المنطقة في أرخبيل سقطرى وخاصة غرب الأرخبيل شاركوا منذ خلال 24 ساعة الماضية في عملية إنقاذ جماعية في المنطقة. أيضا هناك سفن من التحالف والقوات الدولية شاركت في عملية البحث والإنقاذ، وبالتالي بعض السفن التي أنقلت هذه هؤلاء الركاب أيضا وصلتهم إلى اليابسة، وتحديدا إلى غرب سقطرى، مدينة قلنسية ومناطق معادية لها. طيب معالي الوزير، كم عدد يعني أفراد السفينة أو من ركاب السفينة الذين ما زالوا مفقودين أو في عداد المفقودين؟ في الحقيقة عدد الركاب في السفينة تتضارب التقديرات، لأن الكشف الرسمي اللي وصلنا في غرفة العمليات من خفر السواحل في المكلة احتوي على 47 راكب بينهم طاقم السفينة.
لكن روايات أهالي الركاب ومن كانوا معهم في اللحظات الأخيرة في ميناء المكلا تفيد بأن العدد أكثر من ذلك، ولذلك عدد المفقودين إلى الآن غير محدد بدقة. رايح نعتمد خلال الساعات القادمة على الجلوس والتحقيق مع الناجين للوصول إلى العدد الحقيقي، خاصة أنه هناك مجموعة منهم من كانوا على السفينة عندهم إمكانية للإدلاء مثل هذه المعلومات. طيب إلى الآن هل اتضحت أسباب رئيسية لغرق هذا المركب؟ من المبكر تحديد الأسباب بدقة. هناك لجنة تحقيق مشكلة من الهيئة البحرية، وأيضا يتم السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى والأمنية أيضا سائرة في عملية التحقيق، ولا نريد بأن نجزم بسبب معين ونستدعي التحقيق، إنما المؤشرات تتجه نحو أنه المنطقة مشهورة بطقس متحول ومفاجئ عادة، أنها قريبة من الجزر، وربما ارتفاع الأمواج ساهم أو أثر في حصول الحادث. أيضا السفينة كانت ممتلئة وربما وزنها زائد عن الحد المقبول. طيب معالي الوزير، الآن ما هي خطط يعني إنقاذ بقية المفقودين الذين غرقت بهم السفينة، وكذلك ما هي الخطوات التي يعني يجب أن تجري بعد الآن يعني مساعدة أهل سقطرى في الوصول إلى جزيرتهم بمعاناة أقل؟ طبعا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ومتابعة مباشرة على رأس كل ساعة حقيقة من دولة رئيس الوزراء، تستمر عملية الإنقاذ وعملية البحث، غرف العمليات في كل من حضرموت وسقطرى مستمرة. السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى برئاسة المحافظ وقائد اللواء والسلطات الأمنية لا تزال في انعقاد دائم لمتابعة عملية البحث والإنقاذ، وبالتالي نأمل بأننا نعثر على المفقودين وهم في حالة جيدة إن شاء الله. أما فيما يعني الحيلولة دون تكرار مثل هذه المشاكل، طبعا هذه ليست المرة الأولى التي حصلت في مثل هذه الفواجع، كانت هناك رسائل في الحقيقة كان ينبغي بأن تؤخذ في الاعتبار ونقوم بعمل وقائي. هناك صحيح. سفن في كل سنة نفقد سفينة ويتم العثور عليها بعد ذلك في حالة صعبة وخاصة لركابها. الإشكالية الحقيقية تمثل في إغلاق المجال الجوي وفي انقطاع رحلات الطيران. نحن أمام أكثر من 100,000 نسمة يعيشون في جزر لا تمتلك إمكانية الوصول إلى العالم الآخر إلا عبر الطيران، وبالتالي انقطاع الطيران يمثل انقطاع سبل وأسباب الحياة الحقيقية في هذه الجزر. أهالي سقطرى 100,000 يعتمدون في معيشتهم وفي تعليمهم وفي علاجهم على مناطق خارج الجزيرة، والإمكانيات التنموية والإمكانيات الخدماتية في الجزيرة لا تزال متدنية في الحقيقة للغاية نتيجة عوامل كثيرة، وبالتالي الحل يكمن في فتح المجال الجوي وإعادة رحلات الطيران. نحن في الحكومة أمام مسؤولية حقيقية فيما أمام ما حدث وما سيحدث، وهذه الرسالة ربما لا نجد أبلغ منها في إعادة النظر فيها في 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 إغلاق المجال الجوي وتسيير الطيران. أستاذ فهد، يعني وهناك استجابة إن شاء الله اليوم هذا الأسبوع مثلا، هناك رحلتين للطيران إلى سقطرى، نأمل بأن تستأنف أيضا اليمنية رحلتها ونحصل على 3 رحلات على الأقل في الأسبوع، بحيث يستطيع أهالي سقطرى أن ومن أراد أن يذهب إلى سقطرى ويخرج منها أن يستبدل مثل هذه الرحلات المميتة برحلات أخرى أكثر أمان. يعني بنقطة أخيرة أستاذ فهد، هل إلى الآن يعني تمت الإشارة إلى أسباب عدم فتح الموانئ الجوية التي تصل من وإلى سقطرى سواء مطار الريان أو غيره؟
هي طبعا الحالة الأمنية التي يعيشها البلد نتيجة الانقلاب ونتيجة الحرب، وبالتالي هذه الحالة يعني فرضتها الظروف. لكن أؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر سواء من الأشقاء في التحالف أو الحكومة اليمنية، نحن بحاجة إلى إعادة النظر واستثناء بعض المناطق من هذه الحالة العامة، لا سيما أن منطقة حضرموت ومناطق أرخبيل وسقطرة أيضا تتسم بحالة من الهدوء وبإمكانية استئناف الرحلات ولو بصورة جزئية، لكنها قابلة ومستجيبة للاحتياجات في كل من حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرة. أعتقد أن الأيام القادمة هناك، أنا على تواصل مستمر مع معالي وزير النقل، وهناك قرارات اتخذت بهذا الشأن لتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، وهناك تواصل أيضا مع الأشقاء في التحالف مع خلية الإجلاء لإعادة النظر في هذا الجانب وفتح المجال الجوي أمام رحلة إلى سقطرة ومنها. وزير الثروة السمكية أستاذ فهد كفاين كنت معنا عبر الهاتف من المكلا، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد الرحمن، إذا الوزير أعطانا معلومات أن هناك 31 من الركاب وصلوا بالفعل إلى سقطرة، وأربعة منهم على متن إحدى سفن الإنقاذ، بقية الركاب لم يتم التأكد من حالتهم، لكن إلى الآن ليست هناك تأكيدات لحالات وفاة أو غرق. برأيك إلى أين تتجه الأمور وفق هذه المعلومات؟ نحمد الله عز وجل على أولا سلامة 31 راكبا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الباقين وأن يتم العثور عليهم بسلامة إن شاء الله. أخي، أعتقد أن ما يجب القيام به الآن هو أن نتجه أو أن تتجه السلطات الرسمية، الحكومة الشرعية، سواء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء أو أن تشكل لجنة أخرى لمعالجة أسباب هذا الحادث، الأسباب الحقيقية لهذا الحادث، وما يمكن أن ينتج من حوادث أخرى إذا ما سمح الله أي أمور طارئة. لأننا إذا ما أتينا إلى المناطق المحررة، وضعنا يعتبر أعتقد في هذه الأوقات وضع جدا مستقر، بالإمكان أن يعاد، أن يسرع إعادة تأهيل الموانئ البرية والبحرية والجوية، بحيث تؤمن للمواطنين الانتقال الآمن والسليم، خاصة مواطني الجزر مثل أرخبيل سقطرة وأيضا غيرها من المحافظات. طيب، محافظة عدن، حضرموت، المهرة. برأيك ما هي الأسباب يعني التي تسبب مثل هكذا حوادث، وربما تراكمها يوما بعد آخر قد يؤدي إلى حوادث أخرى قد لا يعني لا تعلم، خاصة إذا ما استمر نوع من الإهمال في هذا الجانب؟ الحالة التي وصلت إليها البلاد هذه الأيام، وضع الحرب، وضع يعني تعتبر الموارد سواء في المواصلات أو في غيرها تعتبر معدومة جدا أو مدمرة، سواء الموانئ أو أدوات التنقل، الطيران، السفن. لكن نحن نناشد من هذا المنبر دول التحالف العربي أن ترفض المناطق، على الأقل المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بأدوات تنقل سليمة حديثة لسلامة أمن تنقل المواطنين بين المحافظات أو من الجزر إلى المحافظات على خط الساحل. أعتقد أن حالة البلاد والحالة التي وصلت إليها البلاد هذه الأيام هي أكبر سبب لحدوث مثل هذه الكوارث. لكن إن شاء الله إذا ما نظرنا إلى حل هذه الأسباب، وخاصة أثني على ما ذكره الأخ الوزير، موضوع إعادة فتح المطارات والطرق الجوية للانتقال، لأنها أسلم طريقة لانتقال المواطنين إلى الجزر ومنها. طيب، يعني هناك نوع من التأخر ربما والتباطؤ، يعني لم تتحرك الجهات الرسمية إلى أو لم تصل لها المعلومات ربما إلا بعد فترة طويلة يعني تعد بالأيام لغرق هذه السفينة. هذا الأمر ما أسبابه الأساسية؟ هل بعلمك تتحرك السفن بدون أن تعطي إشارات أو تنبيهات، وليس هناك تواصل بينها وبين المراكز الرئيسية في المرافق بداخل سواء سقطرة أو في المكلا؟ وما الذي يمكن عمله لمواكبة مثل هكذا كوارث في يعني أو تجنب مثل هكذا كوارث المستقبل؟ هذه الأمور ربما أن تظهرها التحقيقات التي ستجرى معها
الناجين، الأسئلة التي ممكن أن تؤخذ منهم عن أسباب أولاً الحادث وما الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وأيضاً من أين انطلقت هذه السفينة وما أهليتها للسفر ولحمولة ركاب. حسب ما سمعت أنا من معلومات أنها لم تكن أيضاً سفينة لحمل ركاب، هي سفينة صيد. هذه المعلومات يجب أن نقف عليها وأن تقف عليها اللجنة المكلفة، وأن تتجه بالسؤال إلى الجهات المختصة، لماذا يسمح لمثل هكذا وسيلة بالانتقال وعلى حمولتها هذا العدد الهائل من المواطنين في رحلة عبر المحيط. لكن الموضوع المهم، يجب أن تكون هذه الحادثة إرهاصة لنا وللحكومة الشرعية، وأيضا تنبيه إلى العمل على ما بعد هذه الحادثة. ماذا يجب على السلطة الشرعية القيام به لسلامة المواطنين في المناطق؟ إذا ما نظرنا إلى المناطق الأخرى، ممكن أن تعذر السلطة بالانشغال بالحرب وموضوع الانقلاب في المناطق التي تعاني من الانقلاب، لكن المناطق المحررة ما هناك عذر، خصوصا مع وجود الدعم من دول التحالف العربي مشكورة، ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مشكورين. إذا ما تقدمت السلطة الشرعية بمطالب واضحة للحد من وقوع مثل هكذا حوادث، لا أعتقد أن دول التحالف ستعتذر عن تقديم أي معونة. طيب، أنت تحدثت قبل قليل على أنك زرت سقطرى أكثر من مرة، ربما مرتان. حدثنا أكثر عن طبيعة الناس هناك، ما هو مستوى الخدمات الموجود في المحافظة باعتبارها منطقة يعني يقول عنها كثيرون أنها تمثل واجهة ربما هي من الأبرز عالميا على مستوى السياحي إن كان بها هذا المستوى من الخدمات؟ جزيرة سقطرى تعتبر من الجزر النادرة أعتقد على مستوى العالم، لما تحويه من تنوع ووجود أنواع نادرة من الأشجار النادرة ومن الحيوانات النادرة، وأيضا تنوع مناخها بين الصحراوي والجبلي والساحلي، وهي جزيرة جميلة بشهادة يعني الكثير من الهيئات السياحية حول العالم. تفتقر الجزيرة إلى الخدمات البسيطة، لا توجد في الجزيرة كهرباء، ولا توجد في الجزيرة يعني خدمات إلا في مركز الجزيرة حديبو وفي مديرية أخرى جنسية في الغرب. مع وجود بعض المناطق الجاذبة للسياحة والسياح في أكثر من جزء من الجزيرة، لكن أنا هنا أضع نفس السؤال على الجانب الرسمي، لماذا الإغفال لهذه الجزيرة؟ واليمن بحاجة إلى رفض ميزانيتها، بحاجة إلى رفض الميزانية بموارد، وعندنا جزيرة وكنز مثل سقطرى وفي وضع آمن، ممكن أن تستثمر الآن. ما المانع أن تستثمر الآن جزيرة سقطرى، أن ترفض أو أن تقوم الدولة على تهيئتها بتركيز وتنمية المشاريع الاستثمارية في سقطرى. نعم. وأيضا تأهيل الموانئ البرية والبحرية والجوية في سقطرى لتسهيل انتقال سواء المستثمرين إذا ما فتحت مجالات استثمارية، أو أيضا المواطنين نفسهم. إذا أستاذ عبد الرحمن، سنواصل النقاش، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحوار مع ضيفنا الناشط الشبابي الأستاذ عبد الرحمن بتيس. أستاذ عبد الرحمن، خلال زيارتك لمدينة سقطرى أو لجزيرة سقطرى إن صح التسمية، كيف كانت طبيعة الناس هناك؟ ما هو مستوى المطالب التي يقدمونها؟ كيف تفاعل يعني القائمين على السلطة المحلية هناك مع الناس فيها، تعاملهم؟ ما هي الأنباء التي كانت ترد من هناك؟ وهل يعني تمثل نوع من البشرى بأن هذه المدينة قد تكون أو الجزيرة قد تكون في يوم من الأيام محطة جذب سياحي كبيرة بالنسبة لليمن؟ هي محطة جذب سياحي يعني إلى ما قبل هذه الأحداث، وأنا حين سافرت في الطائرة كان كل الركاب تقريبا
ما عدا نسبة بسيطة أغلبهم من الأجانب ومن السياح، لكن ما ينقص الجزيرة هي الخدمات العامة. يعني أنا رأيت حتى السياح لما ينتقلوا إلى أماكن على الأطراف الجنوبية أو حتى الشمالية البعيدة من مراكز المدن يصعب عليهم حتى أن يجدوا مكان يأكلوا فيه. طيب أستاذ عبد الرحمن، عذرا عن المقاطعة، ينضم لنا الآن الأستاذ سالم بسمير المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي. مساء الخير سيد سالم. مساء النور. أهلا وسهلا، أهلا بكم أستاذ سالم. حدثنا عن طبيعة هذه السفينة التي غرقت وهي تتجه إلى سقطرة. هناك حديث على أنها سفينة عمانية وحديث على أنها سفينة صيد وليست سفينة نقل ركاب. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا هذه السفينة هي من نوع وهي مصنوعة من فيبر كلاس. عادة تصنع هذه السفن للصيد، ولكن تستخدم أيضا لنقل البضائع أحيانا. فهذه السفينة يعني جنسيتها عمانية، وغادرت يوم السبت ظهرا من رصيف أسماك مدينة الميناء المحلية بعد أن تم شحنها بالبضائع و بين 13 دورة صيد صغير، وغرقناها في حدود 47 من أبناء سقطرة أبناء الجزيرة. غادرت الظهر، ظهرا غادرت، وبعدها بساعتين أيضا هذه السفينة اسمها فرج الله، ثم تجلى. إذا قلنا عليها سفينة ولكن هي عبري. أيضا في قبلها بساعتين أو بعدها بساعتين غادر عبري آخر نفس الشحنة، وعلى ظهره 70 راكب أيضا، مو اسمها يعني أكثر من السفينة الأولى. اسمه الحسين. هذا الحسين وصل إلى الجزيرة يوم الثلاثاء بحمولته وبرقابه سلامة الله، وصل إلى الجزيرة. لكن أخبار العبري هذا انقطعت يوم الاثنين، وحصل انها غرقت. يعني غرقت السفينه، ما بنقول عليها سفينه، ليست خشبيه، ليست من السفن الخشبيه اللي نعرفها يعني في نقل البضائع اللي تنقل ما بين موانئ الخليج والهند ومن المكلا وموانئ الاخرى في الجمهوريه. طيب هذا يطرح التساؤل استاذ سالم عن هل خرجت هذه السفينه بناء على المعايير المفترضه للتنقل، وكذلك الإبحار بداخل يعني سواء المحيط، يعني هي تتجه باتجاه سقطرة وهناك محيط وليس مجرد بحر. نعم. أيوة. القضية أن تعرف جزيرة سقطرة جزيرة مغلقة، يعني متبدل من شهر 5 تقريبا إلى شهر 9 تكون مغلقة سوى الرياح الشديدة. فعند الفتوح من شهر 10 بالضبط تبدأ الرحلات البحرية لتموين الجزيرة، ومعظمها تأتي من ميناء المكلا، فتستخدم فيها معظم السفن المختلفة، السفن الخشبية والعبارية. هنا عدد كبير من سقطرة موجودين في مدينة المكلا، والتنقل بالطائرة صار متعب، قال صعب جدا بسبب الرحلات المحدودة. فهي لأول مرة تحدث هذه الحادثة، لأن التنقل باستمرار هم تنقلوا عن طريق البحر. لو تحدثنا عن المعايير، فطبعا موجود المعايير بالنسبه للسفن الخشبيه والبواخر، طبعا هي موجوده والحمولات محدده بدقه، غير ان هذه السفن اللي هي سفن الصيد لا تخضع الى رقابه من حيث انها لا تندرج ضمن انظمه المواني كسفينه، يمكن تعاملناها كسفينه. ومن المكلا هي تقدم تسهيلات لابناء سقطره حول نقل البضائع، وهناك جهه رسميه تشرف ايضا على عملية انتقال المسافرين إلى جزيرة سقطرة وهي الهجرة والجوازات، فهي تراقب من ينتقل ومن يأتي. هذا اللي بشكل عام الوضع اللي موجود عندنا وكيفية مغادرة. يعني أفهم منك أستاذ سالم أن سفينة تحمل أكثر من 47 شخصا تخرج بدون اعتماد على معايير محددة في السفن تضمن الحد الأدنى من الأمان حتى لا تغرق في البحر؟ لا، هنا يجب أن نتحدث إلا المعايير هي موجودة، غير المعقول أن تكون أن تحمل فيها حمولة مفرطة حتى تؤدي إلى غرقها، من غير المعقول أن يتم هذا الشيء. لابد أن كل سفينة تخرج وفق معاييرها والكمية البضاعة اللي بتحملها، قصدي الأوزان، حتى البشر اللي بيكونوا فوقها. فهي خرجت بحمولة، يعني بدليل أن السفينة اللي قبلها خرجت فوقها 70 ونفس الحمولة،
وصلت. فالمتوقع أنه هي خرجت بحمولة يعني في حد الأمان، غير أن هناك خلل حصل، وهذا اللي بتكشف عنه لجنة التحقيق عشان يتجنب مثل هذه الحوادث مرة أخرى. ربما خلل فني، ربما حصل شق في قاع السفينة أدى إلى غرقها ببطء يعني. طيب عادة فرصة للركاب تفضل. نعم، عادة من هي الجهة التي يفترض أن تراقب وتتأكد من معايير انطلاق السفن، خاصة نحن نتحدث ليس عن سفينة صيد لمنطقة قريبة، بل نتحدث عن سفينة يعني تنقل في نهاية المطاف ركابا إلى جزيرة سقطرى، من هي الجهة المسؤولة عن التأكد من معاييره؟ أنت عارف أن هذه سفينة بضائع بالأساس، سفينة بضائع وليست نقل الركاب، ليست عبارة. حتى الركاب بينتقلوا عبرها فيأخذوا أماكن مخصصة، ما ليس هناك أماكن مخصصة للركاب، فيتوزعوا على سطح السفينة. من ناحية سلامة السفن وإبحارها في جهة رسمية عندنا اللي هي هيئة السفن البحرية، وأيضا المواني من ناحية الشحن وكمية البضاعة اللي مشحونة فيها هي اللي تحددها. فما كانت هناك حسب خروجها من عندنا ومراقبتنا للبضاعة التي حملتها، ما كانت هناك حمولة مفرطة فيها. فالمتوقع أنه حصل فيها خلل السفينة هذه. يعني التحقيق هو اللي بيكشف عن سبب غرقها يعني. طيب كم هي الحمولة التي من العادة أن تكون يعني ما أقل منها أو ما يصل إليها هو مسموح أن يخرج من الميناء؟ يعتمد على حجم السفينة، على غاصتها. فالسفينة من نوع هذا ما بين 150 إلى 200 طن بتاخذ يعني 150 طن. فربان السفينة هو مقدر بالضبط كمية البضاعة اللي بياخذها في الهودة. وعندنا أيضا نحن تدخل البضاعة بفواتير أو إذن فيها موجودة تحدد فيها كمية البضاعة الموجودة. هذا اللي من ناحية الرقابة من جهة كمواني يعني. إذا أشكرك السيد سالم باسمير المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. بالعودة لك السيد عبد الرحمن بتيس، أريد تعليقك وتعقيبك على ما تفضل به السيد سالم. يتحدث على أن السفينة خرجت سفينة قبلها بذات الحمولة ووصلت، لكن هذه السفينة الأسباب غامضة يعني لغرقها، وهي بالعادة يعني ليست سفينة تحمل مستوى أكبر من المسموح أو المتوقع. في رأيي أن الأسباب أصبحت الآن بشكل أوضح، ليست غامضة، بالعكس الأسباب واضحة بحسب ما تفضل به الأستاذ سالم مشكورا. السفينة لم تخضع للمعايير دقيقة باعتبارها أنها سفينة بضائع وليست سفينة ركاب. هذه أيضا نقطة أخرى، سفينة بضائع يكون على مثلها 60 راكب أو 50 راكب، عوائل وأطفال ونساء. هنا أيضا نقطة أخرى، الوقت الذي خرجت فيه السفينة وقت أعاصير بحرية، ينبغي أن هو في نهاية الموسم، لأن من شهر 5 إلى 9 كما تفضل الأستاذ سالم، يعني ربما هي في نهاية موسم الأعاصير. لكن الحديث عن أكثر عن يعني هل هذه الأمور تحدث عادة بهذا المستوى من عدم تحديد جهة معينة لتحمل مسؤولية يعني ترتيب أو ما يترتب على غرق مثل هكذا سفن؟ من هي الجهة المسؤولة؟ هل اتضح لك من حديثه من هي الجهة المسؤولة؟ يعني لم يتضح إلى الآن من حديث الأستاذ عن الجهة، لكن بلا شك أن هيئة الموانئ البحرية هي بتكون هي الجهة المسؤولة أولا، بالإضافة أيضا إلى السلطات المحلية بشكل عام، السلطة المحلية في حضرموت وفي السلطة المحلية في، وهي التي باشرت عملها الآن في عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من، وإن شاء الله يكونوا الجميع بخير بإذن الله من الغارقين. لكن إذا ما أتينا إلى المحاسبة فيما بعد، المسؤولية تقع على عاتق السلطة في محاسبة المقصرين بعد إيجاد الأسباب الأساسية التي أدت إلى وقوع مثل هذا الحادث، وفي أي إدارة حصل الخلل بالضبط، هل المعايير لم تكن وفق المعايير المسموح بها، أم أن هناك حادث مفاجئ أو طارئ حصل في عرض البحر أدى إلى وقوع هذا الحادث. طيب أستاذ عبد الرحمن، هناك نقطة تتعلق بمطار الريان،
هذا أحد الموانئ التي الموانئ الجوية التي تنقل المسافرين، وربما إذا كان مفتوحا ما كان يعني سفينة بضائع نقلت ركابا في نهاية المطاف. باعتقادك هل حان الوقت لفتح هذا المطار حتى تتسهل حركة المواطنين من وإلى جزيرة سقطرى؟ برأيي الشخصي أنا لا أرى مبرر لبقاء مثل مطار ريان مغلق إلى هذا الوقت. إذا ما كانت هناك مبررات لإعادة تأهيل المطار بحيث يكون يعني لائق بالاستقبال الرحلات ومغادرة الرحلات منها بشكل سليم، ينبغي الإسراع فيها. وإذا كانت هناك مبررات أمنية لبقاء المطار مغلق، سواء مطار الريان ومطار سقطرى، المطار الوحيد الذي هو شغال الآن في حضرموت مطار سيئون، ورحلات منه وإليه لكن بشكل متباعد جدا خلال أسبوع أو خلال 20 يوم. إذا ما هناك مبررات لبقاء المطار مغلق بعد ما حدث، فيجب أن يكون هناك بديل آمن لانتقال المواطنين، لا أن يبقى الحال على ما هو عليه في مواجهة أمواج البحر في المحيط بسفن غير مؤهلة لنقل الركاب. نحن من هذا المنبر نرفع الصوت عالي للسلطة المحلية ونناشدهم الآن أن تكون هذه الحادثة إنذار ونقطة للتحول إلى ما بعدها. ماذا يجب على السلطة أن تقوم به في إعادة تأهيل الوسائل والموانئ البرية والبحرية والجوية للمناطق المحررة، بدءا بحضرموت كمنطقة آمنة الآن تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، وأيضا سقطرى والمهرة، إعادة تأهيل مطار الريان بشكل عاجل، إعادة فتح وتأهيل مطار الريان. نرفع الصوت، وعدد من النشطاء على صفحات الفيسبوك أطلقوا هاشتاج أفتحوا مطار الريان بهذا الهاشتاج. طيب، ينضم لنا في النقاش أستاذ عبد الرحمن الأكاديمي والباحث الدكتور محمد المحفلي. مساء الخير دكتور. مساء النور عليكم وعلى مشاهدي قناة بلقيس، وبداية دعونا ندعو الله أن ينقذ المواطنين الغرقى في المحيط الهندي وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين. اللهم أمين. دكتور، تحدث في كتابات لك عن حوادث كثيرة ضمن مأساة النقل إلى سقطرى، حدثنا عن بعض هذه التفاصيل. هناك حوادث كثيرة ولكنها طبعا غير منظورة، لأنها كانت حوادث الأضرار منها غير جسيمة، وكانت غالبا يحدث كثير من غرق المراكب والسفن، ولكن هذه المراكب والسفن كانت غالبا تحمل إما تحمل بضائع أو تحمل أشياء أخرى ولا تحمل البشر، لأن كانت هناك رحلات كل يومين أو كل 3 أيام بالطائرة، منها طائران اليمنية أو طائران السعودية ما بين جزيرة سقطرى والريان، فكانت هذه لنقل البشر. وكانت السفن التي أغلبها من القرن 15 ومن القرن 16 سفن لم تعد تستخدم إلا في الموانئ اليمنية، يعني سفن خشبية غير صالحة أصلا لنقل البشر، تستخدم لنقل الحيوانات أو لنقل البضائع. فكانت كثير من الحوادث تحصل غرق، لكن بعد عاصفة الحزم وبعد الحرب الأخيرة وإغلاق الأجواء اضطر الناس في سقطرى لاستخدام المراكب هذه للتنقل ما بين سقطرى وحضرموت والمهرة. وحادثة حصلت السنة الماضية، وأكثر من حادثة حصلت، ولكن السنة الماضية كان هناك مركب فيه ما يقرب من 60 شخص أيضا، وتأخر في عرض البحر لمدة أكثر من 4 أيام لعطل، ولكن بعد ذلك أصلح هذا العطل. وكانت هذه يفترض بها أن تكون تنبيه أو إرسال رسالة لاستعادة إعادة النظر في هذا الأمر وتوفير وسائل النقل الآمنة للبشر، ولكن للأسف لم ينتبه لهذا الأمر لا الحكومة ولا غير الحكومة. طيب، برأيك ما مدى غياب الدور الحكومي، وما مدى يعني إلقاء اللوم عليهم أو تحميلهم للمسؤولية، خاصة أن هناك مبرر يتحدثون عنها أن الآن بلاد في حرب وربما هناك إهمال في جوانب أخرى؟ برأيك كيف تقيم الأداء الحكومي في مسألة يعني التنقل المسافرين ما بين سقطرى وبقية محافظات الجمهورية؟ لا يمكن أن يتحمل أي شخص المسؤولية سوى الحكومة. الحكومة هي المسؤولية، هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الأمر. أكثر من 100,000 نسمة في جزيرة سقطرى
وفي في الأرخبيل بشكل عام يعيشون في هذه المنطقة بعيدون عن الحرب مع الشرعية، بعيدون أيضا عن سيطرة القاعدة، فما هو المبرر أن تبقي هؤلاء الناس وهذا القدر من الناس بدون خدمات بدون نقل؟ كيف يمكن لمئة ألف نسمة أن يعيشون دون خدمات؟ الخدمات الصحية فيها رديئة، الخدمات الأخرى، الطلاب، كثير الناس تحتاج تذهب وتخرج الجزيرة، كيف ما هي الوسيلة المناسبة للخروج؟ أتصور أنا أيضا أنا خرجت من جزيرة سقطرى في شهر 5 مايو 2015، خرجت أيضا بواسطة مركب خشبي، ولكن لم يكن أمامي سوى هذه الطريقة. فالحكومة هي المسؤولة مباشرة عما حدث وما سوف يحدث إذا لم تنتبه للأمر وتعيد تتحمل بدرجة أولى دماء هؤلاء الضحايا وتتحمل مسؤوليتهم وغرقهم في عرض البحر. هم المسؤولين مباشرة ولا يمكن أن نحمل أحدا غيرهم. إذن الأكاديمي والباحث الدكتور محمد المحفلي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بدأت الأنباء تصل إلى أو حول هذه الحادثة بدأت منذ وقت متأخر من مساء الأمس. بدأت بداية عندما قال محافظ أن سفينة على متنها 60 مواطنا كانت متجهة من المكلا إلى سقطرى غرقت قبالة سواحل مديرية كولنسيا بالمحافظة على بعد 29 ميلا بحريا. بعد ذلك قال المحافظ أن السلطات أعلنت حالة الاستنفار لكل القطاعات البحرية في المحافظة، وأن السلطات أيضا شكلت لجنة خاصة لمتابعة غرق السفينة، وأن هناك 4 سفن دولية ستشارك في عملية الإنقاذ في ذلك الوقت. كذلك بعد ذلك تم تكليف لجنة مكونة برئاسة وزير الثروة السمكية فهد كفاين وعضوية كل من وزير النقل المهندس مراد الحالمي وكذلك محافظ سقطرى سالم السقطري ووكيلي محافظتي المهرة وحضرموت بالتواصل مع قيادة خفر السواحل وقوات التحالف العربي لسرعة إنقاذ المواطنين. كان ذلك التكليف من قبل رئيس الوزراء. كما بعد ذلك تحدث أحد الناجين من هذه الحادثة لقناة بلقيس قائلا أن الباخرة تعرضت للحادث جراء حمولتها الزائدة. كما قال أيضا أن معظم الركاب استخدموا القوارب التي كانت على متن السفينة محاولة منهم للنجاة. تحدث بعد ذلك بن بريك محافظ حضرموت على أن السلطة المحلية قد وجهت نداء استغاثة لقوات التحالف وكافة السفن القريبة من الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ. وكانت آخر التصريحات الحكومية الرسمية لنا لقناة بلقيس كان وكيل محافظة سقطرى رمزي محروس قال إنه تم إنقاذ 26 شخص من ركاب السفينة الغارقة قبالة سواحل سقطرى بينهم 4 نساء قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 31 من هم الآن بداخل سقطرى، و4 كما قال وزير الثروة السمكية لا زالوا على متن السفن وهناك البحث عن بقية الأفراد. هذا كان ملخص سيد عبد الرحمن لما جرى خلال الساعات الأخيرة. برأيك ما هو المتوقع مستقبلا أو في الساعات القليلة القادمة؟ نتمنى إن شاء الله أن يكون كامل ركاب القارب بخير. نتمنى ونطلب من السلطات الرسمية ونعيد النداء ونثني على ما ذكره وزير الثروة السمكية بفتح مطار الريان وفتح المطارات الجوية لأنها هي الوسيلة الآمنة لانتقال المواطنين. نتمنى أيضا أن يعاد تأهيل الموانئ البحرية وأن تطبق كل مواصفات السلامة على السفن المغادرة خاصة السفن التي تحمل ركاب. نتمنى من دول التحالف العربي التي ساندت اليمن في هذا الوقت الصعب وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن تنظر إلى هذا الملف الذي يهدد سلامة المواطنين وأن ترفد اليمن بوسائل انتقال سليمة خلال المرحلة القادمة. إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط الشبابي السيد عبد الرحمن باتيس كنت معنا في حلقة اليوم.
كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل أن يصل بقية يعني من كانوا على متن هذه السفينة التي غرقت، وهي مناسبة لتوجيه التساؤل للسلطات المعنية بأن هناك 100,000 إنسان على متن أو في جزيرة سقطرة متروكون بلا منفذ جوي ومتروكون لسفن الصيد والسفن الخفيفة التي لا تستطيع نقلهم بشكل بمعايير سلامة مهنية. إذن هذا وصلنا بهذا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا منها تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقم الإعداد والطاقم الفني. إلى اللقاء.